مساء الفل على كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، واهلا بيكم في حلقه جديده من هاشتاج. ما تنسوش تتواصلوا معانا على السوشيال ميديا البرنامج، على فيسبوك وتويتر وانستغرام على هاشتاج بالفرانكو. زي ما انتم عارفين بيكون دايما معانا في اول سؤال، في الاول يعني في اول حلقتنا سؤال، وبناخد اراء حضراتكم، الكومنتس اللي حضراتكم بتكتبوها لنا على السوشيال ميديا. هنشوف سؤال حلقه النهارده من هاشتاج اهلي بيقول ايه. ما هي نتيجه اخر مباراه بين الاهلي والمصري في نهائي كاس مصر؟ خلينا اقول لكم هيكون معانا ايه النهارده في هاشتاج اهلي. 16 هدف حصيله الاهلي في كاس مصر قبل اسدال الستار غدا. وصلاح ضمن نجوم الجوله الاولى في الدوري الانجليزي. ونيمار بيسجل ويصنع في اول مباراه مع باريس سان جيرمان. اهلا بكم مره تانية في هاشتاج اهلي، وتعالوا نبتدي الحلقه النهارده ونشوف معانا ايه النهارده. والبدايه مع مشوار الاهلي في بطوله كاس مصر واللي سجل فيه 16 هدف، وده طبعا قبل المباراه النهائيه ضد المصري بكره. هنشوف اهداف الاهلي في البطوله، وكمان ممكن تشاركونا في اختيار افضل هدف منهم، وكمان طبعا من وجهه نظر حضراتكم. تعالوا نشوف الفيديو ونرجع تاني. كمان استعرضت الصفحه الرسميه للنادي الاهلي هدف يوسف جاد الله في نهائي كاس مصر، ده عام 1983، واللي طبعا توج بيه الاهلي بالكاس ال 24 في تاريخه. معانا فيديو لاحد طلاب المدارس كمان وهو بيولع الشماريخ وحاطط لفته على شباك مكتوب عليها الاهلي طول عمره فوق. تعالوا نشوف الفيديو ونرجع تاني. كمان نشر سعد سمير بوست على حسابه طبعا مع محارس بعد استلامه جائزة أفضل لاعب في الدوري، وعلق مدافع الفريق على الصورة وكتب شكرا أرقام الأهلي على جائزة أفضل لاعب في الدوري المصري هذا الموسم، وإن شاء الله مزيد من التقدم عن محارس التاريخ. كمان كرامة صفحة أرقام الأهلي عم حارس شيخ عمال غرف الملابس والنادي الأهلي، وده بعد ما حصد مع القلعة الحمراء 76 بطولة طوال تاريخه، متخطية مجموع بطولات عدد من الأندية مجمعة طبعا طوال تاريخها.
نروح على تويتر ونشوف تويتر كان عليه ايه، ونشر الحساب الرسمي لموقع سكواكا الانجليزي، وده المهتم بالاحصائيات والارقام. انفوجراف كده بيضم المهاجمين اللي سجلوا اهداف في اولى مبارياتهم مع انديتهم الجديده بالدوري الانجليزي، وكان بينهم محمد صلاح، وعلق الموقع على الصوره وكتب: هذا مقام وبشرائهم من اجلهم. فأول تعليق ليه بعد الفوز نشر كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد صورة ليه بعد إحرازه الهدف الثاني في مرمى برشلونة، وعلق عليها وكتب: الفريق. وده طبعا في إشارة منه أن العمل الجماعي للفريق هو السبب في الفوز. كمان نشر توني كروس لاعب وسط فريق ريال مدريد صورة لزملائه وهم بيهنوا بعض يعني بعد انتصار الملكي عقب الفوز امبارح على البارسا في الكلاسيكو، وكان طبعا امبارح المباراة، وكتب: الدوري الألماني على الصورة، نهاية سعيدة لكن يظل هناك 90 دقيقة أخرى للتتويج باللقب. كمان هنستعرض معاكم افضل 20 صوره من كلاسيكو الارض، واللي كان ابرزها هو ظهور علم مصر في مدرجات الكامبينو معقل الفريق الكتالوني، وابرز صور المباراه اللي شهدت احداث كتير من طرد رونالدو بعد نزوله في الشوط الثاني، وده عقب تسجيله هدف المباراه الثاني. تعالوا نشوف الصور زي ما انتم شايفينها قدامنا على السكرين. كمان علق الفنان الكوميدي الكبير محمد هنيدي على استعراض رونالدو لعضلاته، وده طبعا بعد الهدف اللي جابه امبارح بصوره كده نشرها ليه من فيلم وش اجرام، وهو دهن نفسه زيت طبعا وبيقال: بس احنا محمد هنيدي يكسب يا جماعه الصراحه يعني. نروح على انستغرام ونشوف كان عليه ايه، واحيت الصفحه الرسميه لقناه الاهلي ذكرى اعتزال الحارس الراحل ثابت البطل، وعلقت الصفحه على البوست وكتبت: في ذكرى اعتزال ثابت البطل اغسطس 1992 ودعت جماهير الكره المصريه حارس مرمى الاهلي ومنتخب مصر، وده في مباراه تكريميه اقيمت على استاد القاهره وحضرها طبعا ما لا يقل عن 30,000 متفرج. كمان نشر الحساب الرسمي للنادي الاهلي على انستغرام صوره للاعب حسام غالي، وده خلال تسلمه جائزه لاعب الشهر، وعلقت الصفحه على الصوره وكتبت: القائد يتسلم جائزه الشهر. عايز اقول لكم على حاجه يا جماعه، يعني يمكن احنا ما اتكلمناش عن مباراه برشلونه وريال مدريد امبارح طبعا في الاول، يعني اتخذنا كده في كام اخبار. انا شايف من وجهه نظري يعني برشلونه بيخسر كتير قوي يعني بعد رحيل طبعا نيمار، شفنا فرق كبير جدا امبارح لما نيمار رحل في اول مباراه، يمكن برشلونه لعبها اول مباراه رسميه من غير نيمار، شفنا رحيل نيمار ازاي مؤثر في فريق نادي برشلونه، كور كتير جدا مش بتخلص قدام الجون، وده طبعا بسبب غياب نيمار. شفنا نيمار امبارح كمان تالق مع باريس سان جيرمان وبيسجل هدف في اول مباراه ليه وبيصنع هدف تاني. نيمار بصراحة يعني أنا شايف برشلونة من غير نيمار يا جماعة يعني في حتة تانية خالص، ويمكن نيمار سبب من أسباب الهزيمة امبارح لبرشلونة 3-1، كان دي أهم أسباب الهزيمة طبعا زي ما احنا شفنا. تعالوا نشوف نرجع تاني لانستجرام ونكمل أخبارنا، ونشر أحمد عادل عبد المنعم صورة مع زميله شريف إكرامي، وده خلال أدائهم تدريبات بدنية في الجيم، وعلق حارس الأهلي على الصورة وكتب: أخي، وده قبل مباراة الأهلي بكرة مع المصري طبعا في نهائي بطولة كأس مصر.
كمان هلنا محمد الشناوي حارس مرمى الاهلي احمد حجازي على تسجيله اول اهدافه مع ويست بروميتش في طبعا في اللقاء اللي كان بيجمع ويست بروميتش مع بورنموث بالدوري الانجليزي. ونشر الشناوي صوره للاعب وعلق عليها وكتب مبروك يا حبيبي ويا رب تكون بدايه قويه ليك ان شاء الله. نشر عمر جابر محترفنا المصري صوره ليه من مباراه فريقه بازل السويسري طبعا ده في منافسات الدور التمهيدي من بطوله كاس سويسرا، ونجح عمر جابر في صناعه هدف خلال المباراه واللي انتهت بفوز بازل بهدفين دون مقابل. واخيرا علق نجم برشلونه ميسي على خساره فريقه امام ريال مدريد امبارح طبعا بصوره حزينه ليه وكتب عليها اليوم سخيف ولكنه مجرد بدايه. نروح دلوقتي لفقره الفيديوهات اللي بتكون معانا في هاشتاج اهلي، واول فيديو معانا هو اهداف طبعا ريال مدريد امبارح في كاس السوبر الاسباني واللي انتهت بفوز مدريد 3-1 على برشلونه. تعالوا نشوف الاهداف ونرجع تاني. وهنا المرور وهذه كره جميله، كره تصل الان لمارسيلو خطيره جول مبيكي يمر ويسدد الله لاسانسيو بالمكان السليم سدد كمان نجح فريق لاتسيو في كسر طبعا هيمنه يوفنتوس على الالقاب المحليه في ايطاليا وتوج بلقب بطوله كاس السوبر الايطالي، وده بعد تغلبه على اليوفي 3-2 على الملعب طبعا الاوربيكو بالعاصمه روما. تعالوا نشوف الاهداف ونرجع تاني. سجن الموبيل لاتسيو ان فانتاجو 1-0 al 32esimo su calcio di rigore. Di parola a cercare proprio Immobile il colpo di testa ed è un gol spettacolare. Ciro Immobile per il 2-0 della Lazio. L'esultanza doppietta di Ciro Immobile che va a raccogliere l'abbraccio dei propri tifosi. Un colpo di testa favoloso. Fantastico, se non sbaglio in mezzo a due avversari riesce a saltare ed è in prima. كمان وضع النجم البرازيلي نيمار بصمته الاولى مع فريقه باريس سان جيرمان طبعا بعد تسجيله اول اهدافه وصنع كمان هدف في المباراه اللي انتهت بفوز نادي العاصمه 3-0 ضمن منافسات الجوله الثانيه من الدوري الفرنسي. تعال نشوف هدف نيمار ونرجع تاني. Neymar que vuelve a recibir la pelota, se gira el brasileño, la pone para Cavani, la espera Di María, también lo hace Kurzawa, saca el balón Cavani, buen centro de Kurzawa, el remate que no pudo conectar bien Neymar, llega Cavani, qué bonito Cavani en el mano a mano, la saca para Neymar, gol, gol. مارسيلو لاعب ريال مدريد وحركاته الطريفة مع زملائه خلال طبعا المباراة، تعالوا نشوف بيعمل ايه معاهم مارسيلو ونرجع تاني. I am support. I'm Spark. Para la afición.
دي كانت اخبارنا النهارده، فيديوهاتنا من هاشتاج اهلي. تعالى نرجع لسؤال حلقه النهارده، وكان بيقول ما هي نتيجه اخر مباراه بين الاهلي والمصري في نهائي كاس مصر؟ تعالى نشوف الناس قالت ايه، والبدايه مع احمد عبد الرازق واللي كتب مساء العسل عليك يا احلى اعلام فصل حبيبي والله العظيم يا ابو حميد، متابع كل حلقه ومش دور اجاباتي بس بحبك برضه. هو بقى رواية يا عم، عشان ايه؟ قريت اول اجابه بتاعتك. الاهلي فاز 3-0 على المصري اخر مواجهه، والعميد كان جاب جول منهم. ساجد الاهلاوي، مساء الخير عليك يا عم ساجد، والله انت كمان وحشني. اخر نتيجه كانت 3-0 للاهلي. احمد خليل حبيبي ابو حميد، فوز الاهلي 3-1. محمد عبد العزيز كتب 2-0 ان شاء الله للاهلي. اسراء احمد كتبت بصراحه هي مش فاكره، بس ان شاء الله طبعا ما يمنعش ان احنا نفوز بكره ان شاء الله. غاده الشيخ، مساء الفل عليك يا غاده، وثقه في ربنا وفي رجالتنا الكاس الاهلي باذن الله. محمد توتي، انا محمد الصاوي من كفر الزيات، وانت احسن مقدم ربنا يخليك يا محمد والله كتير والله الكلام ده. ميزو كتب انا مازن من شنوان، الاهلي كسب 4-1 وبكره 5-0 اهلاوي وافتخر، وميس زملكاوي. ماشي يا عم ميزو. منى اسامه 3-1 للاهلي. محمد امير 3-1 للاهلي. سعد الكره المصريه حبيبي يا عم سعد، اخر مباراه كانت 3-1. ميسي ابن الاهلي كده 3-1 وان شاء الله مبروك عليك السوبر الاسباني يا عم ايه، الله يبارك فيك يا عم، ما تشجعش برشلونه بقى. شريف فرج كتب 3-1 ومساء الخير عليك يا يحيى، مساء الفل عليك يا عم شريف. احمد سعد 3-1 للاهلي على المصري في اخر مباراه بينهم. يوسف الكينج 2-1 للاهلي. محمد قطه النتيجه كانت 3-0. راموس كابوريا كتب 5-0. محمد محروس هيك كتب 3-1 للاهلي سنه 84، وكان هدفين للكابتن علاء ميهوب وهدف للكابتن خالد جد الله. محمد محروس هيك كتب 3-1 للاهلي. بسمله شامل كانت 3-1 للاهلي. يعني دي كانت الناس طبعا اجابات الناس على السوشيال ميديا بتاعت سؤال حلقتنا النهارده. للاسف وقت حلقتنا خلص النهارده، يعني ما عندناش خلص وقت حلقتنا النهارده. تابعونا دايما على السوشيال ميديا بتاعت البرنامج، اي حد عنده حاجه عايز يزودها في البرنامج ابعتوا لنا على فيسبوك وتويتر وانستجرام على هاشتاج اهلي بالفرانكو. اشوفكم ان شاء الله بكره في حلقه جديده. السلام عليكم.